أفاد مراسل الغد باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة عقب اكتشاف تسلل وحدات خاصة إسرائيلية لبلدة كفر دان غربي جنين، أضاف أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة في البلدة. ينضم إلينا من طول كرم عبر الهاتف خالد بدير مراسل الغد. خالد، نستوضح معك المزيد حول هذه التطورات في الضفة الغربية. نعم، بالفعل قوة خاصة إسرائيلية على متن ثلاث مركبات، واحدة منها شحن ثقيل، تسللت إلى بلدة كفر دان إلى الغرب من مدينة جنين. في اللحظات الأخيرة لعملية التسلل تم اكتشاف دخول الوحدات الخاصة من قبل المقاومة الفلسطينية في البلدة، وبدأت اشتباكات من نطاق صفر داخل أزقة البلدة، تحديدا في منطقة الحارة الغربية في بلدة كفر دان. وعلى الفور بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اندلاع هذه الاشتباكات بالدفع بقوات إسناد وتعزيزات عسكرية إسرائيلية من المحور الجنوبي لمدينة جنين، تحديدا من حاجز دوتان. على الأقل نحو 20 آلية عسكرية إسرائيلية يدفع بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات إلى البلدة، ويبدأ بفرض طوق أمني في محيط تواجد القوة الخاصة الإسرائيلية التي لجأت إلى أحد المنازل. الحديث الأول يدور على أن الاحتلال الإسرائيلي قبيل عملية الدفع بتعزيزات عسكرية حاصر أحد الشبان الفلسطينيين في هذه اللحظات، وبطبيعة الحال المشهد الميداني متوتر على وقع اشتباكات عنيفة جدا للغاية واستهدافات بالعبوات الناسفة، كما جاء في بيان كتيبة جنين سرايا القدس بأن مجموعاتها في بلدة كفر دان تواصل التصدي لاكتشاف تسلل الوحدات الخاصة ولاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة. هنالك أنباء أولية على أن جيش الاحتلال ينادي عبر مكبرات الصوت على شاب فلسطيني بضرورة تسليم نفسه في نطاق المنطقة، لكن المعلومات التي وصلتنا من داخل البلدة تفيد بأن عدد من المسلحين كانوا يتواجدون في مبنى وتمكنوا من الانسحاب قبيل إطباق الصوت الأمني في المنطقة، وتدور اشتباكات عنيفة جدا أشبه بحرب الشوارع داخل بلدة كفر دان في هذه اللحظات. بالإضافة إلى هذا المشهد المتوتر، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعث بإسناد جوي، هنالك تحليق مروحي على الأقل طائرتين أباتشي تحلق على ارتفاعات منخفضة في أرجاء المنطقة الغربية من مدينة جنين. سنعود إليك لمتابعة المزيد حول هذه التطورات في جنين، ولكن أشكرك خالد بدير مراسل الغد.